اروح. انا المهرجانات اللي بتتعمل في مصر ما حدش فكر ياخدني في لجنه التحكيم، مع اني يعني معروف عني ان انا بعرف انجليزي وبعرف فرنساوي وبعرف لغات والى اخره، والاقي اختيارات تهلك من الضحك في لجنه التحكيم تشترك فيها فلانه دي ملهاش نشاط ولا تاريخ ولا لغه حتى. يعني احكي لكم حكايه تضحك كده على واحده اصبحت نجمه كبيره حاليا ومش هقول اسمها ايه. من حوالي 10-12 سنه كنت بعمل مسلسل مع الرائع اسماعيل عبد الحافظ اسمه عدى النهار، واحنا قاعدين كان هو يحب يقعد كده بره الاستوديو ياكل فول وطعميه وبصل والى اخره قبل التصوير. فاحنا قاعدين مستنيين واحده بتظهر في الباك جراوند في المشهد اللي هنصوره وما جاتش متاخره. فبقول له استاذ ما نغير الزاويه، ايه المشكله ان دي؟ قال لي لا دي عشان هي في حد من الانتاج معجب بيها وانا عايز افهمه ان هي سبب التعطيل اللي احنا فيه شويه. وهذا الوجه الجديد في ذاك الوقت او الكومبارس في ذاك الوقت حضرت بعربيه بي ام دبليو ونزلوا 5-6 من الفراوده اللي شايل شنطه واللي شايل تليفون والى اخره، واقبلت هذه السيده علينا وقالت الجملة اللي هي حرمها لكم بالظبط دلوقتي. قالت ايه؟ متأسفة جدا 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 يا أستاذ إسماعيل، متأسفة يا أستاذ سمير على التأخير. أنا جاية من كوبري أكتوبر وزحمة زحمة زحمة، مفيش مكان أقدر أعمل نيو ترن، مفيش ولا نيو ترن الواحد يقدر يرجع. المسألة كانت صعبة جدا، يعني هي هليوبلس كيس، هليوبلس كيس ان الواحد يعرف ينزل شمال او وانا بستغرب. يعني بدل الكوبري ده ما كانت عمل، كانت عمل تحت كوبري اندر وير. كان اسهل قوي ان الواحد يحصل اندر وير. دي بقت نجمة كبيرة وعضو لجنة التحكيم اللي بتقول هليوبلس كيس والاندر وير، عضو لجنة التحكيم في مهرجانات كبيرة جدا في بلدنا. فقلت لها نعم مش مهم الظاهر إن يعني المطلوب للجان التحكيم انك تغيب اللغة الاندر وير وبالهليوبلس كيس وليس بثقافة فيكتوريا كوليدج أو إلى آخره. مش هقول لكم مين، مهما حاولتوا تعرفوا مني مين دي، بس راجعوا المهرجانات اللي فاتت هتلاقوا موجودة في لجان تحكيم كثيرة جدا في كل مهرجانات بلدنا.